وللمزيد حول الحراك الشعبي وعودة التظاهرات في العديد من محافظات العراق رغم القمع الحكومي، ينضم إلينا السيد علي العزاوي الناشط في التظاهرات عبر الهاتف من واسط. سيد علي، مرحبا بك. تظاهرات في واسط وكربلاء واستمرار للحراك بقوة في بغداد، ما الرسالة التي تريدون إرسالها من هذا الحشد الكبير في العديد من المحافظات رغم القمع الميليشياوي والحكومي؟ حياك الله أخي العزيز وحياك كل مشاهدين كفضائيات الرافدين. أهلا بك. أما بعد بخصوص الرسالة اللي يحاولها مثل ثواري وصلوها، هي رسالة كتبت سابقا أيضا بعثناها لكل من ما هو في السلطة، أنه ثورة تشرين لا يمكن أن تخمد، ثورة تشرين لا يمكن أن تسكت. مستمرين من أول يوم طلقنا في العام الماضي أنه لا عودة للمنازل دون تحقيق أهداف الثورة، على الرغم من حالات القمع الذي صابنا، على الرغم من 100 شهيد ولا زلنا نعطي شهداء، على الرغم من حالات الترهيب المضايقات، لكن هذا وعد قطعه الثوار على انفسهم، لا عوده للمنازل قبل تحقيق المطالب المشروعه للشعب العراقي الذي ذاق له امرين منذ 17 عام من هذه السلطه العفنه الذي افتكت الشعب العراقي بالاقتصاد العراقي بالصحه بالتعليم، لم يتركوا شيء صاحب هذا البلد. لذلك ثوره تشرين في واسط وفي كافة المحافظات العراقية لم يوجد فيها أي تراجع، مستمرين إن شاء الله قريبين جدا من تحقيق أهداف الثورة. طيب سيد علي، هناك حديث يعني كثير عن المندسين، لا ينقطع هذا الحديث من الحكومة، دائما ما تتحدث عن وجود مندسين وتقول أن يعني ترى أن المندسين هم موجودون بين المتظاهرين، وهناك أيضا وصفتهم بالمخربين، ولكن هل من حرق الخيام وأصاب المتظاهرين هم فعلا من هؤلاء المندسين؟ إذا كانوا هم يعني هم أنفسهم أصحاب القبعات الزرق الذين قاموا بنفس الأعمال منذ أشهر، كيف يعني تفسر لنا ذلك؟ أخي العزيز، مسألة المندسين مظاهرات مخترقة، أنا أعتقد رأيي الشخصي أنه هاي مسرحية يحاولون تسويقها للشارع أو للرأي العام. المندسين من المندس؟ احنا اكثر من سنه محافظات تلميه رغم حالات القمع رغم القتل المستمرين تلميه، لكن صح هنالك من يحاول خرق التظاهرات وهم من عناصر الاحزاب والتيارات والميليشيات ايضا مندسين. كيف يكون مندسين ورئيس الحكومه اثناء فتره كان رئيس المخابرات وايضا كان اكو تظاهرات، فبالتالي اشمعنى طلعت هالفتره هاي مساله المندسين؟ صدقني لا يوجد اي مندسين، المندسين هم عناصر الميليشيات عناصر الاحزاب والتيارات تسهم في ظل هذه التظاهرات في سبيل تشويه صورة التظاهرات ونقلها للرأي العام على أنها تظاهرات تخريب تظاهرات عنف، بس الحقيقة عكس ذلك. شاهدنا قبل يومين أن الوضع بدأ يخرج عن السيطرة في بغداد وخصوصا على جسد الجمهور، شاهدنا ردة فعل الثوار عندما التزموا الصمت عندما سحبوا إلى الوراء ودعلوا أنه هذه المندسين أو هذه المخربين ينكشفوا أوراقهم أمام الرأي العام. وعلى علمة الحكومة القبض أكثر من 50 مندس، إذا المندس هم مو يعني من غير كوكب انما هم عناصر الميليشيات. طيب كيف تفسر سيد علي يعني كيف تفسر هناك محاولات كثيره لجر المتظاهرين السلميين الى مربع العنف؟ يعني الثوره انتم اثبتتم سلميتكم واثبتتم تمسككم بهذه الثوره الى الان، لماذا تحاول الحكومه دائما وايضا الميليشيات جركم وجر المتظاهرين الى مربع العنف؟ أستاذ الكريم، تحاول الحكومة أنه تلعب على الورقة الأخيرة وهي ورقة العنف، ورقة أنه تجر الساحات للعنف بعد ما فشلت كل محاولات على مدار سنة كاملة من جذب عناصر مندسة داخل التظاهرات، من تصوير الواقع غير شكل، من الحرب الإعلامية ماسكت من فضائياتهم مواقعهم وجيوشهم الإلكترونية على الثوار، فأعتقد كل محاولاتهم باءت بالفشل، فبالتالي هذه الورقة الأخيرة والمحاولة الأخيرة انه دس عناصر مخربه، عناصر تهدف الى اثاره الفوضى والعنف للتشويه على الواقع وتشويه الصوره امام الناس، جعل المظاهرات الى عنف، لكن الثوار صدقني واعين ومدركين لهذه المؤامره، بداوا ينظمون صفوفهم خاصه من ليله امس، الثوار ترجع للساحات وبقوه لتنظيم الصفوف ومنع المندسين من دخول هذه الساحات. شبكة دويتش فيلا الألمانية في تقرير لها تحدثت طبعا عن الثورة السلمية، تقول إن عودة التظاهرات تؤكد عدم تحقيق مطالب الثورة، إلى الآن مطالب الثورة لم تحقق، هل أنتم مستمرون
في هذه الثورة حتى تحقيق مطالبكم، مطالب ثورة تشرين؟ نفس ما ذكرت سابقا انه لا زالت الثورة مستمرة، وما احنا ما بد يوم اي تصريح من اي ساحة او من اي سائر ادعى ان الثورة راح تتراجع او راح تخمد. لذلك انا قلت لك امس ما كلمه الصحيفه انه لا زالت العوامل اللي خطرت من العراقيين في 11 من العام الماضي لا زالت قائمه. نعم. يعني الظروف اللي ادت للثوره لا زالت قائمه، لم يتحقق لا من قتل المتظاهرين، لا من قانون انتخاب عادل، لا من فوضيه مستقله، لا القضاء على الطائفيه، لا على القدر. يعني ما في اي انجاز تحقق خلال السنه. انجاز الوحيد اللي حققه هو فقط العمل على تشويه التظاهرات. فبالتالي لا زالت كثير من العوامل لم تحقق، احنا باقين بالساحات مستمرين بمطالبنا لغايه تحقيقها، وما راح يهمنا اي محاوله يقومون بها سواء حاولون محاولاتهم جر الساحات للعنف، احنا واعيين وداركين هذا الشيء، او محاولات تشويه الصوره والناس اذكياء تقدم بين من مطالب بالحقوق وبين ما يريد يجر الساحات للعنف. وضحت الصوره سيد علي العزاوي الناشط في التظاهرات، كنت معنا من واسط، شكرا جزيلا لك.